اخرى في قناتي شهيواتكم. طبق اليوم ان شاء الله غادي يكون هو بطاطس صغيره مشرمله ومقليه بواحد الطريقه رائعه كتجي لذيذه بزاف. على بركه الله غادي نبدا في تقديم المقادير. عندي هنايا بطاطس صغيره اللي سلقتها بالقشر ديالها في الماء مع القليل من الملح وعاد باش قشرتها. بالنسبه للشرموله غادي نحتاجو ربيع مقطع، ثوم محكوك، الملح، الخرقوم البلدي، التحميره، الكمون، سكينجبير والابزار. غادي نحتاجو كذلك البيض، وغنحتاج كذلك الدقيق الابيض اللي معاه شويه الملح اللي غنخلطها معاه. على بركه الله غادي نبداو في توجد الشرموله. غادي ناخذ واحد الاناء وغنوضع فيه البيض، غادي نضيف ليه هاد العناصر كامله. غادي نمزج هادشي كامل مزيان. بعد ما مزجت عناصر الشرموله مزيان غادي نضيف ليهم البطاطس. غادي نقلب هاد البطاطس في هاد الشرموله. من بعد ما قلبت البطاطس الصغيره في هاد الشرموله غادي نغطي هاد الاناء اللي شرملت فيه البطاطس، وغادي نخلي هاد البطاطا ترقد في هاد الشرموله تقريبا واحد ساعتين على الاقل، من بعد نطلقوا باش نكملوا باقي المراحل. من بعد ما خليت البطاطا ترقد في هذيك الشرموله غادي نسقيها، ندير شي شبكه، نصفي البطاطا من الشرموله بلاستيكه، وغادي نخوي فيها هذاك الفورص مع داك شويه الملح. هاو نخلطهم وغادي نوضع فيهم هاد البطاطا. من بعد ما حركت مزيان هاد البطاطا في الداخل ديال الفرن مع شويه الملح غادي نخليه هنايا تقريبا واحد 10 دقائق ونتلاقاو من بعد باش نكملوا باقي المراحل. من بعد ما خليت البطاطا في الدقيق واحد 10 دقائق غادي نصفيها من هاد الدقيق في هاد الشبكه. انا ديجا وضعت الزيت كيسخن باش نقليها. غادي ناخذها مباشره وغنوضعها في حمام زيت ساخن باش تقلى. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، البطاطس الصغيره مشرمله ومقليه بطريقه رائعه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى انها تنال اعجابكم. رافقتها بالمايونيز اللي نستمتعوا بشويه ديال الثوم والربيع، غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو
وتشتركوا بالقناة ديالي باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. وإلى اللقاء مع وصفة قادمة بحول الله.